أماكن زرتها وحبيتها الفتية أو فتحية، وأحب أشاركها وياكم. جولتنا اليوم بمدينة تاريخية ساحلية، وبواحدة من أجمل الأماكن الطبيعية، جنوب غرب تركيا، صايرة على البحر الأبيض المتوسط، بالتحديد بحر إيجا. راح نشوف أجمل الشواطئ والفعاليات والأماكن التاريخية. هيدا عليكم من جوا القبر والجزر القريبة من فتية. مكان غريب. بدينا رحلتنا من شاطئ اسمه أولودنيز. قررنا ناخذ زورق حتى نستكشف الجزر القريبة، بس راح نرجع لهذا الشاطئ حتى نستكشفه ونعرف قصة هذا المكان، لأن يعتبر من أشهر وأجمل الشواطئ بتركيا. توجهنا لأول مكان، كهف منحوت بالجبل. هذا المكان الأول بالكهف الأزرق بلو كيفز، وسبب التسمية واضح، لون المياه الصافية. واحد ممكن ينزل من القارب يسبح بهذا المكان، المي صافي، ويسبح داخل الكهف. بعدها توجهنا لمكان ثاني. الرحلة بالزورق بحد ذاتها متعة. هذا المكان اسمه وادي الفراشات. حتى الواحد يوصل لازم ياخذ قارب. شاطئ حلو، مياه صافية تركواز، واحد ممكن يسبح هنا او يدخل للفالي للوادي يشوف الفراشات. هذاك هو الوادي، واحد يمشي لازم هذا الطريق ليوصل للنهاية. كأنه الواحد داخل بغابة بين الوديان، جداول المياه. هذا المكان عبارة عن هدوء وراحة نفسية. نص الغابة، واحد يدخل بالوادي يسمع صوت المي ويشوف مثل هذه الأشجار الحلوة، هذه المياه والجدول نازل من أعلى الوادي. أكو مثل الشلال الصغير، شوفوا من يروح المي ينزل على الشاطئ. شوفوا هالفراشة وين وقفت، هذه فراشة حبتني. ناس يسموها فتية وناس يسموها فتحية، التسميتين صحيحة حسب ما افتهمت. وبعدها رجعنا للزورق ورحنا لهذا المكان. هذا اسمه أكواريوم باي، خليج حوض الأسماك. المنظر يخلي الواحد ياخذ نفس عميق ويسترخي ويتأمل ويقول سبحان الخالق. بعدها وصلنا لهذه الجزيرة، ومن الأماكن الواحد ممكن يزورها جزيرة صغيرة لازم الواحد يوصل لها بالزورق، اسمها سينت نيكولاس، جزيرة القسيس نيكولاس. بها هذه الروينز، الحطام، كل هذه كانت كنائس وهذه بقاياها. الطبيعة بهذا المكان كلش حلوة، وشخصيا أحب هذا النوع من الورد. مشيت بهذه الجزيرة حتى استكشفها ووصلت لمنطقة عالية وشفت هذا المنظر سبحان الخالق. صافي 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 صافي، شوف المكان جمال. بعدها صعدنا للزورق ورحنا لمكان ثاني. وصلنا هسه الشاطئ اسمه كامل بيتش، شاطئ الجمل. حسب ما افتهمت انه كان اكو صخرة هسه ما موجودة تشبه الجمل، او تكوين صخري يشبه الجمل، هذا سموا المكان بشاطئ الجمل. الشاطئ مغلق، يعني الواحد لازم يوصل له بقارب. هذا النوع من الصخور ممكن ينهار باي وقت. وبعد هذا المكان رجعنا لشاطئ أولودنيز، من أشهر وأجمل الشواطئ بهذا المكان، أولودنيز بيتش. فعاليات هواية واحد ممكن يسويها بهذا المكان، ممكن يأجر قارب
ويستكشف جمال الطبيعة بهذا المكان، وممكن إذا الواحد قلبه قوي يجرب الطيران المظلي باراجلايدينج. المشكلة هي مو بالعلو، ما أعرف إذا أمان أو مو أمان، إذا صارت قوية قوية ينقلب أو لا. أكيد المنظر من الأعلى شيء روعة، خاصة في هيك مكان. هذا هو ألوجينيس بيتش، منك الواحد يأخذ الزورق للجزر القريبة والأماكن القريبة. وقريب الشاطئ الرئيسي نشوف هذه البحيرة يسموها بلو لاجون، مكان هادئ وطبيعة تجنن. أريد أرويكم شيء بهذا المكان للي ما يعرف يسبح أو سبح مات ضعيف. المياه سطحية، المسافات اللي عنده أطفال اللي ما يعرف يسبح ممكن يجي بهذا المكان الحلو. هناك شوية يصير عميق، بس هذه المنطقة كلها مياه سطحية تعتبر نوعا ما. شوفوا يعني هلبت نص المي واصل. ومن الأماكن اللي حبيتها بهذه المدينة سوق شعبي قديم صاير بمركز فتية، أجواء حلوة ومحلات تبيع مختلف البضائع مثل هذه الأعمال اليدوية والإكسسوارات. مقسمين هذا السوق لعدة أزقة مثل هذا زقاق 39. انتبهت أن الزقاق بتركيا يسموه زكاك. وقريب هذا السوق نشوف مطاعم ومقاهي مرتبة، وأخوكم أبد ما قصر. تمام، وخضرة وبصل وسماق وياه. بسم الله، يعني صدق رهيب. وقريب السوق القديم بمدينة فاتية نشوف هذا المكان الغريب، مقابر أمينتانس. راح نعرف قصة هذول الناس ليش يحفرون قبورهم بالصخر. اللي يحب الأماكن التاريخية راح يعجبه هذا المكان، الواحد يصعد منه حتى يوصل للمقابر. والواحد بس يوصل للمقابر يتفاجأ بمنظر رهيب وينسى المقابر، يشوف منظر المدينة. الواحد لازم يعبر منها حتى يوصل للقبور. خلي أسولفكم على هذه القبور شوية. هذه القبور ترجع لحضارة لقية القديمة. اللقيين كانوا يؤمنون بالحياة ما بعد الموت، وكان عندهم معتقد إذا دفنوا موتاهم بقبور بمكان عالي مثل هذه يحفروها بالصخور تجي مخلوقات مجنحة عملاقة. هذه المخلوقات تنقلهم من الحياة الدنيا للحياة الآخرة ويعيشون إلى الأبد. هذا أحد القبور. أريد أعيكم من جوة القبر. واو، بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل داخل القبر. هذا داخل القبر. شغلة صعبة، يعني صخر صار لمئات السنين وشوية متآكل. بهذا المكان أكو أكثر من قبر. القبر الرئيسي أسهل واحد يوصل له هو هذا، هسه هذا قبر ثاني. هذول الحجر والغرف أصغر من القبر الرئيسي، ووحدة مجاورة للأخ صف الله. شوفوا حتى ارتفاع القبر الرئيسي أعلى من القبور الثانية، يعني جنابة عالي، يعني مستوى أعلى. الحمد لله اليوم أنا محظوظ، مثل هذا المكان عادة يكون مزدحم، اليوم شبه فارغ، أصور فارغ ما شفت أي بشر، وهذا الشيء ممتاز. بالقبور الوحدي مرتاح. شوفوا الإنسان إذا عنده معتقد معين وعنده فكرة معينة يسويها. وصلنا لنهاية الفيديو، هذه كانت أحلى الأماكن اللي زرتها في فتية. إذا عجبكم المحتوى اشتركوا بالقناة وتابعوا الفيديوهات السابقة وانتظروا الفيديوهات القادمة. تحياتي.